هل مدى ثراء الإنسان يؤثر على شخصيته؟ وكيف ترتبط غالباً صفة كالكذب والغش والسرقة بالأثرياء؟ المزيد في هذا التقرير. إن سائقي سيارات البي أم دبليو هذه والبورش والمرسيدس كانوا ينتهكون القانون بشكل أكبر بنحو 3 إلى 4 أضعاف من سائقي السيارات الأقل تكلفة وذات الحالة المتدنية. بالمناسبة توجد حلوى هناك مخصصة للأطفال في دراسة أخرى، لكن لا مشكلة إن أخذت منها. شكرا لك. أخذ المشاركون الأكثر ثراء قطعا أكبر من الحلوى المخصصة للأطفال أكثر من المشاركين الفقراء. إن كنت ثريا فمن المرجح أن تبدي هذه الأنماط السلوكية الواردة في النتائج. ثمة بيانات جديدة تصدر يومياً من أفضل المختبرات تبين أنك مهما قمت بدراسة هذا الوضع فإن آثار انعدام المساواة تؤثر سلبياً في أمور مثل التنمر في ساحات المدارس ونوعية صحتك البدنية وطريقة تعاملك مع المرض. لو أخذت شخصاً ثرياً وجعلته يشعر من الناحية النفسية بأنه أقل ترفاً سيصبح أشد سخاءً ومحباً أكثر لفعل الخير وميالاً أكثر بكثير لعرض المساعدة على الآخرين.